بعد عناء وصلتني هديتي من الليغا من الدوري الاسباني. واو يا جماعة الخير، لحظة بس لحظة شوي قبل لا نبدأ الفيديو، خلوني أعرفكم على أبرز الأشياء اللي صارت معاي خلال هذه الفترة. أولها أني وصلت 1,000,000 متابع في التيك توك وتوثق سنابي، وصرنا قريبين من 1,000,000 على الإنستغرام. والحين خلونا نبدأ الفيديو. أسعد الله أوقاتكم بكل خير مجدداً. أعدل الجلسة شوي. رجعت لكم مرة ثانية بعد انقطاع لمدة 2 شهر. نزلت الفيديو الأول قبل شهر رمضان، الفيديو الأول في قناتنا في اليوتيوب. زين، وصلنا إلى 26,000 مشترك من أول فيديو. صفق لنا جميعاً، نستاهل. شكرا لكم جميعا على الدعم وعلى التعليقات الجميلة في آخر فيديو، وهو أول فيديو في قناتي في اليوتيوب. ما قصرتوا في الدعم، وعذرا أني تأخرت عليكم لحد ما نزلت الفيديو الثاني. كنت متوقع أن الأوضاع تتحسن بسبب جائحة كورونا، وأن الملاعب تفتح والأماكن العامة تفتح عشان أصور لكم الأفكار اللي أنا مخطط أسويها. بس اللهم لك الحمد على كل حال، الأوضاع معانا في عمان لا زالت الملاعب مسكرة، أغلب الأماكن العامة صحيح أن بعضها رجعت، ولكن لا زالت أني ما أقدر أصور فيها الأفكار اللي في بالي. فخلونا نمشي الحال على الأشياء الموجودة معانا. فرجعت اليوم لكم وراح أصور لكم فيديو، ولكن قبل أصور الفيديو في هدية وصلتني. اللهم لك الحمد يا جماعة الخير، بعد عناء وصلتني هديتي من الليغا من الدوري الاسباني. متخيلين لحد الحين ما فتحتها، وهذه الهديه هي اللي شجعتني عشان اصور لكم هذا الفيديو. فخلونا نفتحها مع بعض. واو، لا 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 يا جماعة الخير، وش يتوقع؟ وش هذا الشيء الجميل؟ وش الله؟ هنا سأسكت قليلا يا جماعة الخير. لحظة خلونا نشوف. يا سلام، يوهو يا جماعة الخير، هذه الهدية اللي وصلتني من الليغا الدوري الأسباني. هذا الترتان. والأهم والمهم، كرة الدوري الأسباني، الكرة اللي لعبوا فيها الحين في الدوري الأسباني. وصلتني هدية من الدوري الأسباني من الليغا. شوفوا معي، هذا الليغا هم اللي يرسلوها لي. شكرا للدوري الأسباني، أحس إني سويت وايد ربشة. شكرا للدوري الأسباني، وكأنهم حاسين. لان اللي متابعين في الانستغرام يعرفوا وش صار بكورتي من قبل شهر رمضان. متخيلين انها انفقعت، انطرت، اصبحت غير صالحه للعب. احزين يا شباب. والسبب اني شذتها في اللوميه، واللوميه شوفوا شوك فيها كيف ضربت هني وانطرت. وهذه كرة الدوري الأسباني صارت جاهزة، فخلونا نجربها مع بعض ونشوفها ونقيمها، هل تناسب للفريستايل أم لا؟ خلونا نشوف. الحين راح نجرب الكرة مع بعض، نشوف كنترول الكرة. بسم الله. لا، الكرة جيدة صراحة. فبجربها مع باقي الحركات وأعطيكم رأيي في الكرة. واو. يا بطل.
الحلو ما يكمل. وبعد ما قربت كرة الدوري الأسباني مع حركات الفريستايل وتمرين خفيف، الحين راح أقول لكم وجهة نظري في هذه الكرة. طبعا وجهة نظري ما تختص في الكرة في أرضية الميدان في الملعب، لأن هذه كرة الدوري الأسباني ما محتاجين وجهة نظري. ولكن بقول لكم وجهة نظري للاعبين الفريستايل. طبعا هذه الكرة تخدم لاعبين معينين من الفريستايل ولاعبين آخرين يعني راح يواجهوا صعوبة لو لعبوا بهذه الكرة، وطبعا كل هذا يعتمد على الأسلوب اللي لعبوا فيه. فبالنسبة لي أنا يعني حركات كثيرة أقدر أسويها بهذه الكرة، ولكن نوع معين من الحركات أواجه فيه صعوبة، لأن هذه الكرة نوعا ما يعني هي فيها قرب ولكن نوعا ما ملسة، وبحكم جونا احنا ما شاء الله على طول معرقين وحر ورطوبة، فالكرة تزلق لما تمسك مع الجسم، يعني ما تمسك مع الجسم فتزلق. فهذه الحركات أواجه فيها صعوبة. فبعطيكم مثال على السريع، مثلا هذه الحركة شفتوا راحت الكرة، بس هذه الحركة يحتاج لها تركيز أكثر، يعني بكرات ثانية بسهولة تسويها، بس مع هذه الكرة راح تحتاج تركيز أكثر. فخلوني أركز أكثر، شفتوا أسوي الحركة بصعوبة وبسبب ملمس الكرة. أما بالكرات الأخرى راح تشوف الحركة جدا أسهل وأبسط بكثير من اللي شفتوه الحين، ولكن مع التمرين أقدر أخليها أسهل وأسهل وأضبط اللمسة. تعبت. المهم يا جماعة الخير، هذا الفيديو لليوم. أعرف أنه فيديو بسيط وما طولت فيه، بس حبيت أخبركم وأقولكم أني لازلت موجود وقناتي في اليوتيوب لازالت موجودة، وإن شاء الله مع الأيام راح أحاول في ظل هذه الظروف أني أسوي فيديوهات، لأن الله العالم متى راح ترجع الأمور إلى ما كانت عليه. فأحسن أني أسوي فيديوهات ونحاول حتى لو أشياء بسيطة عشان القناة تمشي، وإن شاء الله راح أنتقلكم لك. تعبان. المهم إن شاء الله الفيديو القادم إن شاء الله راح يكون أقوى وأقوى كثير من هذا الفيديو، فسمحوا لنا على هذه الأشياء البسيطة، وإن شاء الله هذه تكون أشياء بسيطة لأشياء كبيرة في المستقبل. أشوفكم على خير، كل الود والاحترام لكم، مع السلامة.